صالة ممتازة خاصة في التلفزة، ولو أني في التلفزة فما نقطة كبيرة، نقطة استفهام. أنا قعدت لنا نقطة كحلة اليوم أن المباراة ما تعدتش في الديركت، وقت اللي احنا متفقين مع التلفزة تتعدى في المباشر. عندنا سبونسور ورانا، احنا البارح ساهرين للأربعة أصباح باش خلينا الصالة حضرت بالطريقة هذه باش تظهر ليماج باهية في التلفزة. مالوريزمون تعدت اون ديفيري بعد الماتش المفاجئ. هذه نقطة للمتابعة.